عودنا الناس اللي تابعوا فينا بتحاليلنا للمسارات الانتخابية مهما كانت، خاطر الله راقبنا الانتخابات مثلا نتاع ريتيكا، راقبنا انتخابات نتاع اتحاد الفلاح والصيد البحري، راقبنا انتخابات نتاع الطلبة إلى آخره. تقاريرنا ماهيش تقارير كمية، ماهيش 99% جون سي كوا المكاتب تاع الوقت، هي تقارير نوعية أكثر منها حاجة أخرى، خاطر نحن الطرف الوحيد في تونس اللي راقب المسار الانتخابي برمته نوعيا. هالانتخابات كيفاش تعدات؟ فوالا يعطيك الصحة. نوعين نجم نحكيه على الباب التقني واللوجستي والتنظيم من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والنجم نقولوا لهنا على قد ما نقضوها نحن وقت اللي يلزمها تنقاد، وعلى قد ما نقولوا لها معناتها أنجزت عمل باهي يشكر بيه. على خاطر الباب التنظيم والموارد البشرية والتقنية ثم بعض الإخلالات طبعا، لكن مش من شأنها باش تمس من نزاهة المنظومة الانتخابية. ثم مثلا كما نقولوا بيرو حطت فيه 11 ناخب كما في الكاف، جات محامية بركة، المصطلح اللي استعملته أنا البارح وقت اللي فما ناس قالت معناتها من ناحيه الاقبال ضعيف، وثم فما شكون اللي قال ضعيف جدا ومتوسط، قلت لهم اللي قال ضعيف غلط واللي قال ضعيف جدا غلط، لانه الاقبال كان مخذل وحشمه في موعد تاريخي كيما هكاك. من المفروض راهو الناخبين النخبه نتاع نتاع البلاد، والكل يعلم شكونهم من قضاة ومن محامين ومن عضو تنفيذ وخبراء محاسبين الى اخره، معناتها هي حتى شنو المواطن اللي تبع في الشان هذايا يقول لك كان الناس هذوما ما مشاوش صوتوا اللي هما معناتها نجم نقولوا اون تيرم واحد سيدي ريفيرونس، علاش نمشي نصوت في الانتخابات؟ واضح بعد شويه بعد